السلام عليكم ورحمة الله إخوان، كي دايرين بخير؟ تحية لكم، تحية طيبة. اليوم إن شاء الله نعاودكم على الرحلة إلى قطر. هنا في الطريق إلى قطر خدينا الطائرة من مارسيليا، من مارسيليا دزنا على، غادي نمشيو على تركيا إن شاء الله. درنا إسكال في تركيا، ومن بعد غادي ناخدو من تركيا طائرة أخرى اللي غتدينا لقطر. دابا في النزول ديالنا لاسطنبول غادي نديرو 4 سوايع ديال الاسكال، ومن بعد غادي نشدو الطياره اللي غتمشي ان شاء الله لقطر. بعد ما نزلنا في اسطنبول تعشينا الحمد لله، دازو الاجواء زوينين. من بعد خدينا الطائره اللي غادي تهزنا لقطر. وبالنسبه للحوايج ديالنا بقاو في الطائره، يعني الفاليزات بقاو في الطائره، نمشيو حتى لقطر غادي نسلموهم. بعد ما استغرقت الرحلة تقريبا كاين واحد 8 سوايع زائد الإسكال. دابا حنا غادي ننزلو في مطار الدوحة ونوريكم إن شاء الله الأجواء. دابا تقريبا 3 ديال الصباح، الجو مزيان، ما كاين لا برد ولا صهد، يعني الجو عادي جدا. الصباح كتكون حارة. دابا غادي نمشيو نجيبو الفاليزات ديالنا، الساعة ان شاء الله نمشيو للسكن، ومن بعد غادي نخرجو كسالا شوية الطريقة ونتعرفو على المطار. الأجواء رائعة هنا، الشرطة تعاملوا معنا مزيان، كل شيء داز مزيان، عطاونا الكارت ديال الهاتف باش نهدرو مجانا. دابا غادي نمشيو ناخذوا البيس باش غادي نوصلوا للسكن ديالنا. انا بديك البطاقات هيا كانت عندك مجانا، الحافلات والمترو يعني مجانا، واخا الناس ما جاوش غادي تحرك البيس، حتى واحد ما كاين معنا. انا سي سعيد. جود، what's your name? My name is James Fule. James Fule? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Badr. 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 Very much my friend. السلام عليكم. This is a سوق واقف. Thank you very much. هذا سوق واقف. هذاك السائق ظريف بزاف، مسكين من كينيا. جينا غير بجوج هنا في الطوبيس وسكنا في البلاصه. السلام عليكم اخي، كيف حالك؟ حياكم الله. الصلاة
وصلنا مع الاذان العشاء نمشيو نصليو الفجر نمشيو نرتاحو من بعد نسالكو شويه في المدينه. احنا في قطر هذا سوق وقف. بالنسبه للحراره ما كاين لا حراره ولا يعني الجو ما بينه وبين يعني الاجواء رائعه ما كاين لا صهد ولا برد. الفطور هذا ب 16 ريال، 16 ريال تقريبا حتى 4 دولار بس جوج كيسان القهوه وكوتشينو وبطائر بالفرماج والعسل. بعد ما وصلنا للمدينه كلشي داز بخير تسارينا الحمد لله شويه وحنا غادي نتساراو ونتعرفوا على المدينه اكثر. تعاملوا معنا في المطار مزيان، الاستقبال ديالهم كان روعه يعني ناس طيبين بزاف القطريين يعني ناس طيبين والنظافه عندهم. وهناك اكثريه اللي عايشين هنا اللي كيخدموا هنا هما الهنود ودوك الدول المجاوره للهند ومحتلين في التجاره ولا في. وتلاقيت مع شي ناس من ايران تلاقيت وخلاص. بالنسبه لهذا كاس العالم يعني كاينين ناس من جميع الدول. حياك الله. قبل ما نجيب واحد المده لفرنسا درت لابليكاسيون هايا انا نخليها لكم. فهاد لابليكاسيون كتدخل الايميل ديالك تدخل المعلومات ديالك وكدير طلب بطاقه هايا. هاد بطاقه هايا الا ما عندكش ما تقدرش تدخل دوله قطر. يعني هاد بطاقه هايا بحال الفيزا تاشيره باش تدخل قطر. خاصك تكون ريزيرفي الفندق وشاد التيكي ديال التيران. كتدخل واحد النيميرو ديال التيكي وخا حنا كنوقع لنا مشكل فيها في الاول بالنسبه للسكن يعني ما تقبلاتش ولكن عيطنا لهم في قطر وواحد الرقم هايا راه كاين في الانترنت عيطنا لهم هضرنا معهم وقدرنا الامور ومن بعد جينا بها يعني هذيك بطاقه هايا وصيفطوا لنا حتى وحده للدار ديال المشجع. الا ما عندكش كتمشي عندهم ديك البطاقه هايا وكيعطيوك واحد البادج كتعلقوا وفين ما مشيتي كتبينوا لهم بلا ما تبقى تجبدوا من التليفون كتبينوا غير فاش كتدخل في المترو او البيوس او لا كتبين لهم هذيك البطاقه هايا. كاين بعض المرات كيسكانيوها وخا تشد التيكي ديال التيران ضروري من ديك البطاقه هايا يعني دائما تكون معك باش تركب في المترو مجانا وفي الحافلات مجانا. يعني هذا هما الاساسيات. زعما بالنسبه للاكل يعني بالنسبه للسعر يعني مناسب كاين ذاك الغلا عادي جدا تقدر 4 دولار انا فين غتلقى المشكل هي بالنسبه للسكن. السكن جد مرتفع يعني الفنادق تقريبا كتبدا من 200 دولار وانت طالع. كان السعر قبل كاس العالم منخفض وعاود زاد طلع. مكسيكو مكسيكو
يا تشانس يا خضرة. يعني بالنسبة لقطر ومنظمة كأس العالم روعة، يعني روعة، الأجواء رائعة جدا. بالنسبة تمشى وكتلقى جميع الدول حداك، يعني كتلقى جميع الناس من جميع الدول قرابين لك، ماشي بحال دولة كبيرة باش تنقل، يعني ما غاتحسش بدوك الأجواء اللي تحس بيهم هنا. يعني الأجواء جد رائعة والناس ظريفين بزاف، يعني واحد اللطافة ديالهم هادشي اللي كاين هنايا. وباش تجي لقطر من الأحسن ديال الإسكال باش ما كتلقاش مشاكل، يعني بالنسبه اللي بغى يجي من المغرب مثلا يدوز يدير الاسكال في الدوله يدير. بالنسبه للاسكال كطيح شويه رخيصه على باش تجي ديريكت، يعني تجي ميشان واخا السعر ديال الطائره تقريبا كيتجاوز واحد 1000 دولار تقريبا الي ورجوع. انا درت 1000 دولار يعني تقريبا باش نمشي ونجي، ولكن عندي واحد الحاجة اللي زوينة عجبتني هي عندي ديسكاف في السعودية، باش تكون غادي فرنسا عندي 99 يوم في جدة نقدر ندير عمرة، وكاين اللي دخل دار عمرة عاد جا لقطر. إن شاء الله أنا باش ندير واحد العمرة الله يتقبل الجميع. السلام عليكم. كما كتلاحظوا الناس طيبين، الناس تصبح الاجواء زوينه بزاف، يعني واشوفك براني كيستقبل لك واحد الاستقبال رائع. الحمد لله تلاقينا مع ناس وعرفنا ناس من جميع الدول، هذا هو الاجواء اللي كتخليك تحس بالسعاده وتحس باللعب، وخصوصا انك جيت لدوله مسلمه يعني فيها المساجد فيها كتخرج براحتك تبدا تسمع صوت الاذان، هذا الشيء هو اللي كان رائع جدا. يعني قطر دوله خدمت بلادها مزيان والشعب ديالها شعب راقي جدا. وتلاقيت بعض القطريين قلت لهم يعني تنظيم ما شاء الله زين متناول يعني للجميع، قال لك انتم اللي زينتوا هذا المونديال، قال لك انتم زينتوا لنا هذا المونديال، شكرا لكم. يعني باش كنت تسمع هذه الكلمات تزيد تحس بواحد الراحه. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، نتمنى نشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.